مرحبا والله هلا والفين يا أهل الله هلا يا حيها الطله هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا والفين يا أهل الله هلا يا حيها الطله هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا فيكم عبير الشوق يدعيكم نقول الله يحييكم هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا فيكم عبير الشوق يدعيكم نقول الله يحييكم هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا والفين يا أهل الله هلا يا حيها الطله هلا يا مرحبا والله هلا بنجوم ليلتنا هلا بسرار فرحتنا بكم دامت لسرتنا هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا بنجوم ليلتنا هلا بسرار فرحتنا بكم دامت لسرتنا هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا والفين يا أهل الله هلا يا حيها الطله هلا يا مرحبا والله هلا بهل الوفا والطيب وفاكم ما يبي تجريب هلا يا مرحبا ترحيب هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله هلا بهل الوفا والطيب وفاكم ما يبي تجريب هلا يا مرحبا ترحيب هلا يا مرحبا والله هلا يا مرحبا والله والله هلا يا مرحبا والله هلا والفين يا أهل الله هلا يا حيها الطله هلا يا مرحبا والله هلا ما هل همالي على اللي قدرهم عالي هلا بوال وبتالي هلا والله هلا والله هلا يا مرحبا والله هلا ما هل همالي على اللي قدرهم عالي هلا بوال وبتالي هلا والله هلا والله هلا يا مرحبا والله السلام الملكي سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر والجدي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان وعلم البيان حمدتك ربي كلما لاح كوكب ومناح قمري على الغصن يندب وشكرا جزيلا والثناء مردد لك الحمد ما امتدت إليك المطالب والصلاة والسلام على علم الأعلام وإمام كل إمام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بداية نرحب براعي هذا الحفل سعادة الأستاذ عبد المحسن بن محمد العطيشان محافظ محافظة حفر الباطن وأصحاب السعادة الحضور الكريم إنه من دواعي سرورنا إقامة هذا الحفل المتواضع احتفاءً بتكريم وتوديع سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن السابق ومدير عام صحة القصيم حالياً الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي معبرين عن عميق شكرنا وتقديرنا لكل ما قدمه خلال السنوات التي عمل بها وأن هذا التكريم عرفاناً وشكراً من زملائه لما قدمه طيلة عمله وإن التواصل سيظل مستمراً وقائماً ومتصلاً إن شاء الله فالمعروف يدوم والجميل دائماً محفوظ وإن قلوبنا ستظل كما هي مفتوحة على الدوم لكم ملؤها السعادة والهناء اعتزازاً بكم وخير ما نستهل به آيات قرآنية من الذكر الحكيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من
قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أما الآن مع كلمة منسوبي صحة حفر الباطن ويقدمها نيابة عنهم سعادة الدكتور عادي بن حسين العادي مدير الشؤون الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة محافظ حفر الباطن الأستاذ عبد المحسن بن محمد العطيشان حفظه الله، سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي، أصحاب السعادة أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن أقف أمامكم اليوم متحدثا نيابة عن زملائي منسوبي الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن في يوم الوفاء والتكريم، تكريم رجل خدم القطاع الصحي بالمحافظة لأكثر من 17 عاماً، قدم خلالها كل جهد وإخلاص لتطوير وتحديث الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث كانت الخدمات الصحية في بداية تكليف أبو محمد عام 1419 كان عدد المستشفيات 2، أحدهما مستشفى الملك خالد العام بسعة 180 سرير والآخر في القيصومة بسعة 30 سرير وعدد 25 مركز صحي ومركز أسنان بسعة 6 عيادات وعدد 10 مستوصفات صحية خاصة. ومن خلال الدعم الكبير الذي توليه الدولة أعزها الله للقطاع الصحي، استفادت المحافظة من بنود الميزانية المخصصة للحفر، وقاد سعادته فريق عمل تم من خلاله العمل على الاستفادة من هذا الدعم الكبير للميزانية، حتى أصبح عدد المستشفيات 7 والمراكز الصحية 40 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وإحلال كافة المباني المستأجرة بحفر الباطن وتحويلها إلى مباني حكومية نموذجية كما هي الآن، بالإضافة إلى 7 مراكز صحية مستحدثة سيتم إدخالها للخدمة تباعاً. وعندما نتحدث عن القوى العاملة، كان عدد العاملين بالقطاع الصحي لا يتعدى 800 موظف، والآن عدد القوى العاملة يفوق 5000 موظف غير قطاع الخدمات والتشغيل التابع للشركات المشغلة. كما لا ننسى أيضاً مبنى المديرية الشؤون الصحية الذي تم تشييده بتجهيزات حديثة وافتتح عام 1431، ناهيك عن التطور في الخدمات الصحية الخاصة، حيث يوجد الآن مستشفى خاص وعدد 26 مجمع طبي ومختبر ومستشفى خاص تحت التجهيز. وعندما نتحدث عن الجهد الذي بذله سعادة مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن السابق الأستاذ مطلق الخمعلي، فإننا لن نوفي حقه، فقد بذل جهداً كبيراً لخدمة القطاع الصحي بهذه المحافظة، وأحدث تغييراً كبيراً في الأسلوب الروتيني في العمل إلى عمل طموح وخطط واضحة يتحقق من خلالها الأهداف، وهذا ما تحقق لله الحمد والشكر، حيث نرى ونشاهد الواقع الحالي 7 مستشفيات بسعة سريرية 1000 سرير ومستشفى جديد في الطريق إن شاء الله بسعة 500 سرير سيتم البدء في إنشائه قريباً، ومركز للأسنان بسعة 10 عيادات وعدد 3 مراكز للكلى ومركز للسكر وآخر للتأهيل الطبي، بالإضافة إلى المشاريع الصحية التي تقام الآن والتي سوف تدخل خدمة قريباً. هذا التوسع بالخدمات الصحية لم يكن ليحصل لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مناطق المملكة ومن ضمنها محافظة حفر الباطن. وأخيراً نقول شكراً يا أبو محمد، وسامحنا أن كان هناك قصور حدث، ونتمنى لكم التوفيق بموقعك الجديد مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، وهي جزء غالي من بلادنا الغالية. شكراً يا سعادة المحافظ على تشريفنا حفلنا وتلبية دعوتنا، شكراً للجميع، راجين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا ومليكنا وولي عهده وولي ولي العهد، وأن يرد كيد الكائدين والحاقدين إلى نحورهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهالي حفر الباطن،
عرف عنهم الوفاء والكرم، ونيابة عنهم يقدم الأستاذ مضحي بن دغيم الشمري كلمة تعبر عما في نفوسهم، فليتفضل مشكورا. ألا يا مرحبا فيكم، عبير الشوق يدعيكم، يقول الله يحييكم. ألا يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. سعادة المحافظ الأستاذ القدير عبد المحسن العطيشان، حياك الله في هذا الملتقى والذي نحتفي به بصاحب السعادة الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم. مدراء الدوائر أصحاب السعادة، أيها الجمع الطيب المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من هذا المنبر أرسلوا برقية باسمكم جميعا وباسمها لحفر باطن، برقية ولاء وسمعا وطاعة لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد. أيها الأحبة، لا ننسى في هذا الحفل المبارك أن نترحم على شهدائنا والأخيار وجرحانا الأبرار، ونتمنى إن شاء الله للشهداء الفردوس الأعلى من الجنة والشفاء العاجل للجرحى، وتحية إعجاب وإكبار للمرابطين على الحدود الذين يؤمنوننا ويؤمنون هذه المملكة المباركة. أيها الجمع الطيب المبارك، لو تأملتم معي، يتكون اسم خادم الحرمين الشريفين من 5 أحرف، بحثت بها وجدت أن لكل حرف دلالة. فالسين سلم وسلام، واللام لم شمل العرب والمسلمين وجعلهم أمة فاقت بعد سباتها، والميم مفتاح للخير مغلاق للشر، والألف إرجاع الشرعية للشعب اليمني الذي اختاره الشعب اليمني بأسره بما في ذلك الحوثيون أنفسهم. بدأها بعاصفة الحزم، ومن ثم إعادة الأمل، وإن شاء الله انتهاء بالتحرير الكامل. والنون من اسمه هو نصر وفتح قريب، وإن شاء الله النصر قاب قوسين أو أدنى، فحيوا معي خادم الحرمين الشريفين. وأعود إلى هنا وأبدأ بقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل منكم عملا فليتقنه. وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذا المقام لا بد أن يسدى الشكر لأهله، وتشريف سعادة المحافظ هو هذا أول الشكر والتقدير لجميع الرواد والقادة الذين أحدهم هذا الرجل الذي أمامنا نحتفي به كلنا جميعا. لقد عمل في حفر باطن بأمانة ومسؤولية، وأنني أعلم يقينا أنه لم يعمل لوحده. أعلم أن هذا الكادر من الشؤون الصحية، من مدراء ومديرين بجميع الأطقم، إداريين وفنيين، كانوا هم الساعد الأيمن لهذا الرجل من الجنسين ذكورا وإناثا. نشكرهم جميعا. لن أتكلم ولن أطيل في حق أبو محمد، علما أنه يستحق أكثر من ذلك، لكن نقول: لقد شيد في عصره 7 مستشفيات و40 مركزا صحيا، ولو لم يعمل إلا هذا لكفاه. لا أريد أن أطيل عليكم، الكل يحتفي بأبو محمد. وشكرا سعادة المحافظ، شكرا لكم أيهما الجمع الطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشوار حافل في الإنجازات، تخلله الكثير من الصعاب والمعوقات، فمن القلب شكرا لكم، فقد أنجزتم ما يريده الوطن والمواطن من خلال توفير الإمكانيات الطبية الضرورية. أمام هذا النموذج الرائع الذي وصفه زملائه بصاحب الهمة العالية والقائد الجاد والمثابر وصاحب الخلق الرفيع والقلب الطيب،
فهنيئا لك أخانا الكبير بما قدمت وزرعت، فقد تركت بصمة لن تنسى. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أما الآن كلمة المحتفى به سعادة الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي، فليتفضل مشكورا. ألا بسرار فرحتنا بكم دامت مسرتنا، ألا يا مرحبا والله، ألا يا مرحبا والله، ألا من جملينتنا، ألا بسرار فرحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ حفر الباطن الأستاذ عبد المحسن عطيشان، أصحاب السعادة المدراء، أصحاب السعادة أهالي حفر الباطن ومدنها وهجرها، زملائي من سبين الشؤون الصحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه المناسبات يعجز الإنسان أن يجد الكلمات التي تعبر عن مشاعره وأحاسيسه، وما غمرتوني به من كرم المشاعر ومن حسن الاستقبال ومن كرم الضيافة لا يجعلني إلا أن أقول أنني جزء من هذه المحافظة ولن أنساها، وستبقى بنفسي وسأخدمها أينما كنت. ما ذكر من زملائي في وجهة نظري أنه كافي ولا أريد الإطالة، ولكن كل ما عمل كان بسبب زملائي فريق العمل الذين كانوا عون، وما أنا إلا كنت عنوان، وكل ما يشاهد هو بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم هذه الدولة السخية التي لا تذخر عن سعادة المواطن وعن أمنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يكفينا شر الحاسدين والحاقدين، وينصر جنودنا في الحد الجنوبي، وأن يقينا شر من أراد لهذه البلاد شر. كما ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الحضور، أصحاب السعادة، دعونا نقف للحظات مع مسيرة العطاء التي أتمها سعادة الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي مع زملائه فريق العمل منذ بداية توليه منصب مديراً للشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن عام 1419 للهجرة، وحتى أن صدر قرار نقله إلى وظيفة مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عام 1436 للهجرة، خلال حقبة زمنية امتدت ل17 عاماً. نترككم مع الفيلم الوثائقي صحة حفر الباطن، الماضي والحاضر والمستقبل. هنا حفر الباطن، أو كما يحلو لنا تسميتها بعاصمة الربيع، حيث تلتقي الرمال بالخضرة والماضي العريق بالحاضر المشرق. هذه المدينة العريقة ذات الألف عام كانت طريقا للقوافل والحجاج، وحتى الآن فهي تعتبر محورا أساسيا، حيث تقع على مفترق طرق محلية ودولية مهمة تربط شرق المملكة بغربها وكذا شمالها. وانطلاقا من أهمية حفر الباطن المكانية والزمانية، لاقت اهتماما فريدا ومميزا من حكومتنا الرشيدة، خصوصا في الخدمات الصحية، فقد تطور الجانب الصحي بالمحافظة منذ إنشاء أول مركز صحي عام 1390 للهجرة وإلى وقتنا الحاضر، وفي إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة العربية السعودية، تحظى الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر حفظهم الله، حيث من أوائل اجتماعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بعد توليه الحكم، كان مع القيادات الصحية في المملكة، مما يعكس اهتمامه حفظه الله بصحة المواطنين وسلامتهم، وأن ذلك من أولوياته. وطني العزيز أزف إليك محبتي،
هذا الصباح وكل صبح آتي، إني أراك بكل فجر مشرق شمسا أشعتها تضيء حياتي، وطني جهاتك كلها قد أشرقت حتى رأيتك بكل جهاتي. يكفي بأنك موطن الطهر الذي من أين كنت إليه صلاتي. شهدت الخدمات الصحية بحفر الباطن خلال ربع قرن من الزمان تطورا سريعا، فمن مستوصف في العام 1390 للهجرة إلى خدمات تقدم من خلال 7 مستشفيات بسعة سريرية قدرها 1000 سرير وعدد 40 مركزا للرعاية الصحية الأولية العلاجية الوقائية التأهيلية والتطويرية منتشرة في كافة أحياء وقرى وهجر المحافظة، إضافة للمراكز التخصصية والتي تقدم خدماتها في مجال معالجة مرضى السكر، الكلى، الأسنان والتأهيل الطبي. وتشرف على تقديم هذه الخدمات مديرية الشؤون الصحية من خلال إدارات فنية متخصصة لتحقيق الأهداف المنشودة في الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة. رؤيتنا نتطلع إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة ذات جودة عالية لسكان محافظة حفر الباطن، وباستخدام أفضل التقنيات الطبية والكوادر المختصة. رسالتنا إن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن تسعى إلى توفير جميع الخدمات الصحية بشكل شامل ومتكامل من وقائية وعلاجية متخصصة وتأهيلية لجميع سكان محافظة حفر الباطن، وبجودة عالية وضمان سلامة المرضى وتحقيقا لرضا وسعادة المستفيد من الخدمات، وكذلك وفق سياسات ومعايير وزارة الصحة من خلال الإشراف والتقييم للإجراءات، بالإضافة إلى التدريب والتطوير من فنيين وإداريين للرفع من مستوى أداء العاملين. الأهداف الاستراتيجية: اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعليمي، إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء، استقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية، تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية ودراسة طرق تمويلها. اهتمت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن بتنظيم ومتابعة سير العمل في المرفقات الصحية، حيث تم إنشاء نظام متابعة وإشراف وتركيب 150 كاميرا موزعة على المنشآت الصحية القائمة مرتبطة بنظام موحد يتم فيه متابعة سير العمل والإشراف عليه بشكل مباشر، وكذلك يتم مراقبة الثلاجات ودرجة حرارتها ومتابعتها للحفاظ على سلامة الأدوية، ويتم إرسال إشارات في حال انخفاض درجة الحرارة ويتم معالجتها بحينه، ويتم أيضا مراقبة سيارات الخدمة التابعة للشؤون الصحية من خلال الأقمار الصناعية لمعرفة سير العمل وحركتها. وبهذا كانت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن من أوائل من قام بتطبيق هذا النظام سعيا منها لتنظيم العمل وزيادة جودته. مراكز الرعاية الصحية الأولية: حيث بلغ عدد المراكز الصحية الأولية بحفر الباطن 40 مركزا، 22 منها داخل المدينة و18 مركزا صحيا خارجها. المستشفيات: بدأ تقديم الخدمات العلاجية من خلال مستشفى واحد، والآن ولله الحمد وصل عدد المستشفيات في المحافظة إلى 7 مستشفيات وهي كالتالي: مستشفى الملك خالد العام تم افتتاحه عام 1405 للهجرة بسعة 300 سرير، مستشفى الولادة والأطفال تم افتتاحه عام 1434 للهجرة بسعة 300 سرير، المستشفى المركزي تم افتتاحه عام 1434 للهجرة بسعة 200 سرير، مستشفى النقاهة تم افتتاحه عام 1427 للهجرة بسعة 50 سرير، مستشفى الصحة النفسية تم افتتاحه عام 1428 للهجرة بسعة 50 سرير، مستشفى القيصومة العام تم افتتاحه عام 1418 للهجرة بسعة 50 سرير، مستشفى السعيرة تم افتتاحه عام 1430 للهجرة بسعة 50 سرير. المراكز المتخصصة: مركز السكر تم افتتاحه عام 1431 للهجرة، ويهدف إلى تمكين مرضى السكر والقائمين على رعايتهم بمهارات الإدارة الذاتية
عبر تقديم المشورة والتعليم والمساعدة العملية وبالتعلم من الخبراء والمتخصصين لدينا، سيساعد مرضى السكر على التمتع بصحة أفضل وعلى منع المضاعفات بمعرفة طرق السيطرة على صحتهم وعافيتهم. ويعتبر هذا المركز أيضا بمثابة مركز الموارد لمرضى السكري، حيث أنه يساعد على تعليم وتدريب الممرضات في المستشفى لأن يكونوا أكثر كفاءة في إدارة ورعاية مرضى السكري. يحتوي المركز على عيادات تخصصية يشرف عليها أطباء استشاريون وطاقم تمريضي وفني مدرب. مركز طب الأسنان تأسس في عام 1425 للهجرة، ويعد المركز الوحيد المتخصص في طب الأسنان بالمحافظة، ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات الصحية في هذا المجال، ويحتوي على 10 عيادات متخصصة. مركز التأهيل الطبي، مع بداية عام 1433 للهجرة بدأ العمل في المبنى الجديد بمسمى مركز التأهيل، ويشمل على عدة أقسام، منها قسم العلاج الطبيعي وقسم الطب الطبيعي وقسم العلاج الوظيفي. مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لغسيل الكلى تم افتتاحه عام 1421 للهجرة، ويشتمل المركز على جناحي غسيل للكلى، إحداهما للرجال وآخر للنساء، بسعة 33 وحدة غسيل كلوي، ومحطات معالجة خاصة للعزل، وغرف انتظار للرجال والنساء، وعيادة فحص، وعيادة طبيب، ومكتب لمدير المركز، وصالة اجتماعات. المشاريع المنجزة: إنشاء 5 مراكز صحية ضمن المرحلة الرابعة بتكلفة بلغت 22,360,000 ريال، تاريخ الانتهاء 1435 للهجرة. إنشاء غرف عزل سالبة الضغط بتكلفة بلغت 1,483,300 ريال، تاريخ الانتهاء 1436 للهجرة. إنشاء عدد 3 مستودعات طبية، التموين الطبي والملك خالد، بتكلفة بلغت 15,046,622 ريال، تاريخ الانتهاء 1436 للهجرة. المشاريع قيد الإنشاء: إنشاء 5 مراكز صحية ضمن المرحلة الخامسة بتكلفة بلغت 20,945,133 ريال، ومدة المشروع سنتان، تاريخ الانتهاء 1438 للهجرة. إنشاء سكن العاملين بمستشفى الولادة والأطفال بتكلفة بلغت 9,999,992 ريال، مدة المشروع سنة، تاريخ الانتهاء 1437 للهجرة. إنشاء سكن العاملين بمستشفى حفر الباطن المركزي بتكلفة بلغت 47,499,998 ريالا، مدة المشروع سنتان، تاريخ الانتهاء 1436 للهجرة. إنشاء مركز طب الأسنان التخصصي بتكلفة بلغت 56,447,504 ريال، مدة المشروع سنتان، تاريخ الانتهاء 1437 للهجرة. إنشاء وتجهيز وتأثيث بنك الدم بتكلفة بلغت 8,157,390 ريال، ومدة المشروع عام ونصف، تاريخ الانتهاء 1436 للهجرة. إنشاء 8 مستودعات طبية ومبنى الإمداد بتكلفة بلغت 42,296,800 ريال، مدة المشروع سنتان، تاريخ الانتهاء 1438 للهجرة. إنشاء مستودعين طبيين بمستشفى المركزي والولادة بتكلفة بلغت 4,800,000 ريال، ومدة المشروع عام واحد، تاريخ الانتهاء 1436 للهجرة. إنشاء مستودعين طبيين ضمن المرحلة الثانية بتكلفة بلغت 8,730,444 ريال، تاريخ الانتهاء 1436 للهجرة. المشاريع المستقبلية: إنشاء مستشفى الملك خالد العام 500 سرير مع الإشراف بتكلفة 550,000,000 ريال، إنشاء مستشفى الصحة النفسية 200 سرير مع الإشراف بتكلفة 200,000,000. مشاريع قائمة وأخرى مستقبلية تؤكد بجلاء اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية في المملكة على امتداد جغرافية الوطن. أما محافظة حفر الباطن
فهي اليوم أمام وثبة طبية هامة تؤذن لمستقبل رعاية طبية تحقق التطلعات لتصل إلى هدف منشود عنوانه المريض أولاً، وتعمل عليه الكفاءات من أبناء الوطن في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. نستعرض لكم صورة نادرة ومعبرة للمحتفى به، التقطت عام 1419 الهجرة، مقدمة من مساعد مدير الشؤون الصحية للإمداد الصيدلي عبد الكريم بن فرج العنزي، وهي تمثل تدشين أول حملة وطنية لتطعيم الأطفال. جاء وقت رد جزء من الجميل وعرفانا بما قدمتم، ويتقدم راعي هذا الحفل الكريم سعادة الأستاذ عبد المحسن بن محمد العطيشان محافظ محافظة حفر الباطن، فليتفضل مشكورا لتسليم الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي الدروع التذكارية والهدايا المقدمة من مختلف الإدارات الحكومية التي أبت إلا أن تشارك في حفل توديعك. تكريم مقدم من محافظ محافظة حفر الباطن الأستاذ عبد المحسن عطيشان. تكريم مقدم من مهرجان العيد والصيف، يقدمه محافظ حفر الباطن الأستاذ عبد المحسن عطيشان. تكريم مقدم من الشؤون الصحية، يقدمه الأستاذ عادل العادي. تكريم مقدم من المجلس البلدي، يقدمه الأستاذ عادل العادي. تكريم مقدم من جامعة حفر الباطن، يقدمه الدكتور محمد عبد العزيز النافع وكيل جامعة حفر الباطن. ترى ما نشوف. تكريم مقدم من مساعد محافظ حفر الباطن الأستاذ مسلط الزغيبي. تكريم مقدم من بلدية محافظة حفر الباطن، يقدمه رئيس البلدية المهندس نايف مناحي السعيدان. تكريم مقدم من إدارة التربية والتعليم، يقدمها مساعد مدير التعليم ماطر عويد الظفيري.
تكريم مقدم من القرفة التجارية، يقدمها سعد مشحن الشمري. تكريم مقدم من التنمية الاجتماعية، يقدمها الأستاذ فيصل الدخيل. تكريم مقدم من جوازات حفر الباطن، يقدمه مطلق فلاح السبيعي. تكريم مقدم من جمعية أسر التوحد، نيابة عن الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل، يقدمها نايف الظفيري، نايف العنزي عفوا. تكريم مقدم من شركة الكهرباء، يقدمها المهندس محمد نزال الرويلي. تكريم مقدم من الاتصالات السعودية، يقدمها مصلط بندر المريخي. تكريم من نادي الباطن، يقدمه مبارك عامر الظفيري. تكريم مقدم من وزارة الزراعة، يقدمها الدكتور عبد الرحمن ضيف الله العنزي، بالنيابة عن الدكتور فهد معيض العنزي. شركة المعالي، يقدم التكريم عمر غربي العنزي. مستوصف العليوي، يقدم التكريم شلاش العليوي. تكريم من مجمع برايت، يقدمه عبد الكريم العنزي. تكريم من مجمع الحجيلان، يقدمه فيصل الحجيلان. تكريم من مجمع العبلان، يقدمه زيد العبلان. تكريم من مجمع الفياض، يقدمه فيصل الفياض. تكريم العبلان، يقدمه الأستاذ زيد العبلان. تكريم مجمع العودة، الأستاذ محمد العودة. تكريم نبض الرعاية بالقيصومة، يقدمه مضحي سند العنزي. تكريم مختبرات ألفا، يقدمها سعد الأحمري. تكريم مدارس نور الغد الأهلية، يقدمها ناصر محمد مطيري. تكريم
هذا خلاص. تكريم مجمع طريس التعليمي لتحفيظ القرآن يقدمها جميل عبيد الله الحربي. تكريم مجموعة سليمان الخليوي يقدمها المهندس ناصر الخليوي. تكريم مقدم من شركة الحويلة يقدمها ناصر الحويلة. تكريم مجموعة فرحان الهائل يقدمها فرحان هائل. تكريم الشركة الوطنية شركة المؤسسة الوطنية يقدمها عبد الرحمن الشريع. تكريم مؤسسة الوطنية يقدمه عبد الرحمن الشريع. تكريم شركة الحويلة يقدمه ناصر الحويلة. تفضل. تكريم شركة المنور يقدمه عبد الرزاق المنور. تكريم برنامج المدن الصحية بالقيصومة يقدمه الأستاذ عبد الله دعيدة. تكريم شركة أصول البيان يقدمه غزاي عناد الحسيني. تكريم مطابع القريتين يقدمه أمير أحمد بدوي. تكريم الصورة المعبرة والتاريخية لعام 1419 للمحتفى به يقدمها الصيدلي عبد الكريم العنزي. وبعد تكريم الأستاذ أنور الشامي العنزي. أمين لجنة أصدقاء المرضى. تكريم سالم الحربي. تكريم الأستاذ عوض السرور. تكريم المجلس البلدي يقدمه الأستاذ عادي العادي. صحيفة إخبارية حفر الباطن الإلكترونية سلم الأستاذ حربي خشم الضفيري. بوابة حفر الباطن نيوز يسلم الأستاذ عوض الرسلاني. مدير مكتب المحافظ خالد الغامدي. تكريم صحيفة الوئام الإلكترونية الإعلامي فهد الميموني. تكريم سالم سعد الحربي. Yeah.
عضو المجلس البلدي الأستاذ محمد عقلة. الآن مع التصوير التذكاري. يا الحفر تفتخر فيكم